النعم نوعان، نعم دائمة هذه لا يشرع لها سجود الشكر. لو قلنا بأن سجود الشكر تشرع للنعم الدائمة ظل المسلم طول حياته ساجدا، لأن نعم الله عز وجل عليه الدائمة كثيرة، الإسلام من النعم الدائمة، الصحة من النعم الدائمة إلى آخره. القسم الثاني النعم المتجددة هي التي يشرع لها سجود الشكر، فإذا حصلت له نعمة أو اندفعت له عنه نقمة يستحب له أن يسجد. ويدل لذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن غريب. وأيضا أبو بكر سجد لما جاءه مقتل مسيلم، وعلي سجد لما جاءه خبر مقتل ذي الثدية من الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سجد لما جاءه خبر إسلام همدان